سلام. كثير منكم ملاحظ انه انا قاعد انشر بين كل مقطع ومقطع 5 ايام. يوسف مرة كثير، احنا تعودنا انه 3 ايام 4 ايام يومين. السبب يا جماعة بكل بساطة انه هذا ترى انا قاعد ادرس الحين اخر ترم لي في الجامعة واتخرج باذن الله، وقاعد اشد حيلي لانه اخر ترم. فاتمنى انكم يعني تساعدوني في الفترة هذه عن طريق انكم تتفهمون ليش انا قاعد اقلل المقاطع. ترى الكلام مو بس في القناة ذي، حتى في القناة الاساسية اللي هي قناة يوسف احمد. والشيء الثاني ممكن تساعدوني فيه انكم تنسوني من دعائكم، اسال الله ان يوفقنا وياكم يا رب العالمين ويحقق امانينا وامانيكم ان شاء الله. طبعا اليوم راح نلعب لعبة كابول، الله المعروف لا يعرف، وراح نلعب المهمة اللي انا صراحة متعقد منها اللي هي السيف الاسطوري. راح اقول لكم انا ليش معقدتني هذه المهمة بس لما نخش اللعبة باذن الله. لكن كالعادة حط لايك، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات قبل ان نبدا المقطع، وهيا بنا لننطلق مع مهمتنا اليوم، مهمة السيف الاسطوري. عشان تسوي مهمة السيف الاسطوري بكل بساطة تحتاج الجو الممطر بصاعقة. زي ما تشوفون تحت عند الخريطة جنب الساعة في علامة برق، هذا الجو هو انسب وقت انك تسوي فيه مهمة السيف الاسطوري. الجو هذا نادر جدا جدا جدا، فالسيف الاسطوري كلنا نعرف يوم حققنا في واحده من الحلقات انه لازم يكون الجو هذا موجود، لانه في جزيره راح تظهر لك من تحت البحر اللي موجود في جزيره الضباب لما يجي هذا الجو. فالحين احنا متجهين ويا رب نلقى الجزيره هذه قدامنا. لا اله الا الله، ماني قادر اشوف شيء، الله يستر لا نصدم في اي حاجه. والله ماني قادر اشوف اي حاجه يا جماعه، يا لطيف الله يستر. ما ادري جزيره الضباب فين، هنا اظن صح؟ صح ولا؟ يا لطيف الجو مرة. أنا الحين قاعد أسابق الزمن حرفياً بهذه جزيرة الضباب. يهو وين ال أيوه هنا 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 يا جماعة. أيوه وصلت. أنا قاعد أسابق الزمن حرفياً ونسيت ما ألبس الجيت باك حقي. أوكي، شوفوا الجزيرة قدامنا هذه هي. لو راح الجو هذا الجزيرة هذه حتختفي، حتختفي وراح ينزل السيف هذا ولا راح تقدر تاخذه إلا إذا جاء جو فيه صواعق. فأنا راح أستعجل. لا دقيقة 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 دقيقة، قرب 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 القارب كويس يوسف، قرب القارب أيوه زي كذا. مشكلة إني أنا نسيت الجيت باك حقي يا جماعة، نسيت الجيت باك. الله يستر الله يستر. بسم الله، واخيرا طلعت لنا يا السيف الاسطوري، واخيرا واخيرا. اوه اعطوني درع لبس جديد. ايوه طلعنا السيف. بسم الله يا رب ما اجيب العيد واطيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والله انه القارب بعيد. بسم الله يا رب يا رب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلاص حط السيف هنا، حطه هنا يا حبيبي، ولا تدري خليه احطه هنا. ايوه كذا خلاص كذا، ها السيف الان في امان ان شاء الله. ارجع بهدوء بهدوء. واخيرا طبعا الجو هذا نادر جدا، يعني حتى التصوير انا ما صورت الا لما جاء هذا الجو، فهذه المهمه معقدتني بسبب هذا الشيء. بسم الله ناخذ السيف، الحمد لله على السلامه، الف مبروك. زي ما تشوفون هنا اصلا لو جيت اصلا قريت يجي يقول لك انه لما الشرار يضرب الارض يقصدون الصاعقه راح تجي عندك غيوم سوداء، بعدين الكنز راح يظهر لك او راح يرتفع وراح تقدر تاخذ الجائزه هذه. لكن يقول ما هي لك طبعا هذه الجائزه، انها لشخص او لاحد تم نسيانه، رجعها له. مين رجعها له؟ تذكرون في واحده من المهمات حاولنا في بوابه ما تنفتح الا بسيف، وحاولنا كل ما حطينا سيف يرفض يرفض. اتوقع انهم يقصدون هناك. لما تسوي الشيء هذا راح تصير اغنى كاتبين، فانا متحمس بصراحه. ان شاء الله ان السيف هذا يسوى. انا ما اعرف المهمه هذه ايش نهايتها بكل امانه، لكن حاب اني اجلس هنا لين يروح البرق او الصاعقه عشان تشوفون كيف هذه راح تنزل. اوه نسيت من موضوع الجزمه ذي والله. اواكم تشوفون كيف انه هذه الجزيره راح تختفي اول ما يختفي هذا الجو او ينتهي. اوكي شكلي بخليها وقت ثاني لانه ما شاء الله الجو على حظي سبحان الله، يوم خلصت واخذت السيف شكله بيطول. السؤال الان اللي مخليني صراحه متوتر نوعا ما، شلون انقل السيف؟ لانه المكان هناك بحر. دقيقه اوريكم المكان، يمكن نسيتوه لحظه. المكان يا طويلين العمر والسلامه هنا هنا، شفت الجزيره هذه قدامها هنا. فانا ممكن اني اخذ من هنا هليكوبتر وراح احاول اني احط الكنز هذا او السيف يعني اسطوري معايا، بعدين راح نطير لين هنا. بس انا اتذكر هنا كان في قوارب، ممكن نحط السيف معانا في القارب ونبحر من هنا لين هنا وندخل بالقارب. احس انه هذا افضل سيناريو ممكن اسويه بكل امانه. او في سيناريو اخر انه اخذ اوريدي من هنا من عند الصيادين قارب جاهز، ولا الصيادين هنا؟ لا دقيقه وين الصيد؟ الصيد هنا، الصيد هنا. اخذ قارب على طول واقعد ابحر المنطقه هذه كلها لين اوصل هنا. فبصراحه شكلي بروح مع موضوع القوارب لاني احس انه امن من الهليكوبتر، لانه لو طاح السيف وضاع ما اتوقع انه راح يمدينا ناخذ مره ثانيه الا ننتظر الجو هذا يرجع من جديد. والله يعين راح نكعب شويه لين نوصل عند منطقه الصيد. على بال ما احنا قاعدين نمشي كذا خلينا ندردش معاكم شويه. ابغاكم تكتبون في الكومنتات مهمات احنا ما قد سويناها في كابول، لانه تعرفون انا اقطع كثير وارجع. في مهمات حلوه خرافيه انا اكون ما ادري عنها بصراحه، يعني زي هذه المهمه، مهمه الفضاء، ترى كلها طلعتها عن طريقكم انتم الله يجزاكم خير. لو في مهمه برضو
قصده انا ما قد سويتها، اكتبوا لي كذا اسمها مهمه كذا بدون ما حد يحرق طبعا فكونا من الحرق. السبب اللي خلاني اقول لكم الكلام هذا عشان بعدين المقاطع القادمه اتاكد اني قاعد اسوي كل الوظائف او كل المهام الخرافيه حقت كعبول اللي قد نزلت. ايوه ما شاء الله، ايوه ايوه عنده قارب الصيد هذا ممتاز جدا جدا جدا. والله ما شاء الله الجو حق الصواعق طول مره. يمديني ابيع السيف لا عندي صح؟ اه اوكي. قفزه يبغى لها قفزه يا يوسف، قفزه ايش؟ لا لا قريب قريب يلا بسم الله. حلو حلو، خلي السيف هنا جوا كذا خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حلو السيف ما يتحرك كويس خلاص الحين انا مبسوط مره مرتاح جدا جدا. صح انه القارب مره بطيء لكن عادي، بس خلونا نحط علامه على منطقه الكهف هنا هو. يلا والله ورانا مشوار طويل لكن ان شاء الله نقدها. ايه والله ما تصدقون فرحتي اني اخذت هذا السيف، والله ما تصدقون فرحتي يا جماعه الصراحه. بس ايش القارب مره بطيء تصدقون؟ اوه لا دقيقه هو بطيء لاني قاعد امشي على التراب هنا صح؟ دقيقه خلينا نروح للعميق. تلاحظون هنا في زي تراب، هناك في عميق. ياب صار اخف، بس يبغالي انتبه من الجدار هذا الازرق الله يستر منه، يبغالي انتبه له لانه هذا لمسه واحده حيفجرني ويطير القارب ويطير السيف وكل شيء. شفت الصاعقة لما ضربت القارب؟ معقولة انه صاعقة تضرب القارب يعني لانه السيف معايا يعني الصواعق تلحق السيف؟ ما اتوقع صح؟ ما له علاقة ولا؟ اوه فجأة ومن حيث لا نعلم الجو اصبح مشمس. الحين لو نروح هناك حنلقى الجزيرة ما عندي موجودة ابدا، هذا اللي مخلي الوظيفة او المهمة ذي مرة معقدة عندي يا جماعة واللي خلاني ما انزلها بسرعة لكم. وقال القارب الصغير هذاك اسرع، قبل شيء كان واضح بس الحين اختفى ما ادري ليه. هذاك الاحمر اتوقع انه اسرع، بس صراحه ما راح امشي بهذا لانه هذا اكبر وامن بكل امان. لا 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 انت بنت 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 بتكفى، انت بتكفى تقلبنا هذه ونموت هنا ويقعد السيف هنا فك انا الله يستر الله يستر. شوفوا على حد علمي اذا انا مو غلطان ان عندنا ذا الحين نكبه، فعلا احنا بنتورط في شيء الان. اذا انا مو غلطان انا اتذكر انه الكهف مو هذا، كل الكهوف منطقه الدخول لها صغيره جدا، اتوقع انه القارب هذا جدا ضخم فاتوقع لازم نجيب قارب اصغر صح؟ فشوف هنا ما في قارب، اتوقع انه القوارب في الجزيره الثانيه يمكن، حتى لو ما لقينا هنا حنروح مكان نقدر نجيب منه قارب يعني يكون اصغر نقدر نحط فيه السيف عادي. ايوه ايوه بدا يبان لنا الكهف يا جماعه، تشوفونا قدام زي ما تلاحظون والله كانه ضخم تصدقون. جرب والله ما ادري هنجرب شوف الله اعلم. هلا والله بالجزيره. اوكي فيها قوارب الحمد لله اللي هي الاسفنجيه هذه، اتوقع فيها مساحه تخزين. يب يب من الحين من الحين من الحين اقول لكم واضح جدا صغير الكهف. يب ما يجي ابدا، خلنا نمشي على المضمون، ناخذ لنا من هنا يا حبيبي قارب، بسم الله تعالى يا السيف الجميل، اوكي ما راح مره ما راح امشي من عند المويه، راح امشي من هنا والله، بسم الله وعلى بركه الله، ان شاء الله انه في مساحه تخزين، ياب، اوكي لا مو عاجبني كذا، ايوه حلو، يلا بسم الله هنا السيف موجود، والسيف، يلا، بسم الله وعلى بركه الله، بغالنا بالراحه، ايش كذا كانه مغلق؟ والله حسبته مغلق اقسم بالله العظيم، بسم الله، يب ها، بالله تخيل بالله قارب السيد ما له اي مجال يجي من هنا، لك حذر يا يوسف، معاك سيف انت اسطوري نادر صعب انك تلقاه، نوقف، كيف اوقف؟ كيف اوقف؟ بس اوقف كذا بالعرض ايوه، يعني لازم مساحه معقوله، دقيقه انا اظبطها لحظه، ايوه، لا 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 تلف لا تلف لا تلف لا تلف، تدرون خليني اقلب هذا كذا، ايوه، طبعا كل الحذر هذا لانه ممكن غلطة واحدة والله غلطة واحدة تضيع التعب كامل. اوكي الحمد لله الحمد لله، والله السيف الحافة الله يستر ايوه كويس بالراحة، والله اني متوتر اقسم بالله اني متوتر مرة، خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة اخيرا سلام عليكم والله اني مبسوط. تذكرون المكان؟ اكيد ذكرته الحين صح؟ حبيبي جبنا لك السيف الخاص فيك، يو هاف تشوزن لقد تم اختيارك. اوكي طبعا هذا هو وايزلي بحكمة. يا المجوهرات اللي جوا هلا والله. اوكي كالعاده مجوهرات هذه شكل نبغى هذا ايش هو؟ نلبسه؟ اوه اعطوني لبس الدرع نفس اليوم اخذت السيف لكن اعطوني هذا حق الشبح اللي هو حق هذا اللي هو واضح انه هذا السيف حقه. اوكي هنا يا رب يا رب فلوس يعني كذا حق التعب كم؟ اوه هدايا كثير دقيقه 50 اوكي 150 150 حلو حلو مره. خلينا نجرب اللبس دقيقه، هذا اللبس العادي والكاب. اوه والله الشكل فخم تصدقون شكل خرافي والله. خلينا نشوف الشبحي. اوكي صراحه ما ادري هل في لها قدرات
ولا بس شكل ما ادري بكل امانه، بس كذا خلاص 150 يعني على ال. طيب مديني اخذ هذه تتوقعون؟ اوه شوف هذه مديني اشيلها فعلا، الباقي ما مديني اشيلها. لو اشيل ذي واخذها معايا تتوقعون تنباع؟ والله ما ادري، انا قاعد اقدعن الحين من راسي. خلنا نروح نشوف. شكرا يا حبيبي، ذليت انا عشان نجيب لك هذا السيف، والله ان انذلينا والله. لكن في الاخير الحمد لله جبناه يا جماعه، كسبنا لبسين وكسبنا 150 وكسبنا هذا الصولجان الذهبي اللي ما اعرف بكل امانه هل اقدر ابيعه او استفيد منه، ماني عارف بس بشوف. لا 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 يوسف الله يستر عليك يا يوسف، مو تركب كذا على طول. لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا. يا الغباء، ارخيت دفاعاتي بعد ما حطيت السيف. طب دقيقه، هو اختفى الان لانه كان منور. يا رب انه رسبا. لا لا تقتلني لا تقتلني، تكفى. اركب اركب القارب اركب القارب اركب القارب. معلش ذنبي، ايش سويت؟ ايش سويت انا يا ربي؟ ايش سويت يا الله؟ بعدين ايش السياره مرسبنه هنا؟ ايش تبغى السياره ذي؟ ايش السياره الغريبه ذي؟ اول مره اشوفها. اوه كرفان، دقيقه دقيقه، لا يمديني اشتري كرفان؟ اوكي يا هلا والله بالفخامه. اوكي كرفان هذا حق مين ذا؟ طيب كذا مرمي في الارض، شوفوا فين رسبنوني بالله. او يمديني انزل من هنا. كويس كويس كويس، جايك ايها الكهف المريض. اهم شيء سويت المهمه والله، هذا اللي مخليني مرتاح. اتوقع ان الصولجان راح يرسب، انا ماني عارف ايش سويت. احد دعا علي شيء؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش في يا كعبول؟ امك بيراضي عنك ولا ايش يا جماعه؟ والله اني انحشرت، قاعد انقز ماني قادر حتى اتحرك. انحشرت عرفي؟ استغفر الله العظيم، الله يهيئ العراس العاد. لازم تسوي ريسبون، يلا رسبون من جديد. ما شاء الله ما عاد عندنا الحين قوارب برا، يعني حتى لو رحت للجزيره الا في قارب حق الصيد و100% ما راح يمدي. والله ودي انهم يرسبنون صراحه قوارب ثانيه. ما شاء الله يا جماعه انا القوارب كلها جوا، اكفى القارب. والله القارب ضخم جدا ما شاء الله. دينا من هنا نركب؟ لا والله ما يمدي. افا لازم اخذك هذاك بالله، كيف اطلع عليه؟ دقيقه دقيقه، طيب خلينا نجرب من هنا. دقيقه ليش ما اجرب اني اخش الكهف بالطياره هذه؟ السلام عليكم ورحمه الله، جايينكم بطياره؟ والله ما يمدي والله ما يمدي. بسم الله، والان تنطلق رحله البحث عن قارب. صراحه انا ابحث عن قارب بس قاعد امشي فوق المدن ما ادري ليه، هذا ايش يدل على الغباء؟ يا اخي تبحث عن قارب تمشي فوق المدن ليه؟ الحين ممكن بعضكم يقول يوسف الجو تقول نادر، شوف الحين الجو ممطر. لا شوفوا طالعوا تحت عند الساعه، الجو ممطر لكن ما عليه زي علامه الصاعقه، لازم يكون في علامة الصاعقة عشان تطلع لك الجزيرة اللي في جزيرة الضباب او جزيرة السيف الاسطوري يعني. طيب وين القارب؟ القارب غالبا حيكون على مينا وزي كذا صح؟ صراحة اكثر مكان يجي على بالي قدام بيتي هنا تحت، اتوقع هنا فيه صح؟ اذا انا مو غلطان. يب هنا موجود، يب. بسم الله وعلى بركة الله، بعد مشوار طويل ولفة كبيرة جدا على الجبل. اوه رسبنوا القوارب سبحان الله، يوم اني دقيت مشوار رسبنوها. حركات حركات، شوف يعلق راسك اقسم بالله هذه مره ترى بتتصفق. تخيل لو اني علق راسي ومعاي السيف الاسطوري، والله اتوقع يمكن الغي المقطع الصدق، لاني اعرف ان الجو حق الصاعقه. لا 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 افتح الباب، الله اكبر، والله ما لك داعي يا ورع، افتح الباب ابغى الصولجان. خلاص سويت المهمه، ايش سويت؟ كنت تقفل الباب كل شويه يا عيال، ايش في ذا؟ عاركني تعال، حسبي الله عليك، استغفر الله. خلاص 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 خلاص، اسحب 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 يوسف، اسحب اسحب بس، والله ما اسحب، ما خليه في قلبي تعال. عاركني يا مشكله انك شبح، مشكله انك شبح وانا لابس زي لبسك، هذا وجهي اذا لبست لبسك مره ثانيه. يا أسوأ مهمه في اللعبه كلها، ما ادري ايش تبغى. اخ بس والله انهم قهروني. خلاص يا اخي الحين يعني اروح اجيب سيف اسطوري جديد؟ حلني متى يجي جو صاعقه، بالله اللي يعرف اذا الصولجان ينباع ولا لا وفين وبكم القيمه، هذا اللي يهم صدق، القيمه كم. الحين راح نرجع الى جزيره الضباب عشان تشوفون كيف انه الجزيره حقت السيف الاسطوري ما عاد موجوده ابدا، خلاص اختفت من الجزيره، ولا راح تطلع الا لما يكون الجو تحت عباره عن ضباب اللي هو غيوم سوداء ممطر وفوقها صاعقه صفراء، غير كذا انسى ان الجزيره هذه تطلع لك ابدا. صراحه شفتوا الهرم هذا؟ والله من اجمل المهمات اللي قد لعبتها في اللعبه كامله، والله العظيم اللي يتذكره اللي ما قد شاف حلقاته لازم يشوفه، والله من اجمل المهام حقت اللعبه صدق. شوفوا ما في جزيره ابدا، تشوفون ابدا ما في جزيره. صراحه ما ادري كيف ما صدمت قبل شيء صدق، لكن الحمد لله حظي قاعد يتعدل بعد ما انشفط من السيف الاسطوري وجزيرته. فايا هذه شوفوا الجزيره ما عاد موجوده، موجوده تحت الارض بس. صراحه قاعد افكر وما ادري، اعطوني رايكم، هل تبغون نسوي يوم، وهذا اظن ثاني مره اقول لكم صح، هل تبغون نسوي يوم من الايام مقطع كذا صيد السمك؟ يعني اذا انا مو غلطان في سمك اسطوري يقولون لازم تصيده وراح يعطونك شيء، ما ادري اللي يعرف موضوع الصيد حق كعبول هنا بالله يقول لي. اهم شيء انا فالامه بالطياره كذا اني عارف قاعد اطير بدون ما اصدم ولا شيء، فاللي يعرف عن هذا الموضوع يكتب لي في الكومنتات لانه ممكن نسوي حلقه كامله كذا رحله صيد. اما الان اعزائي انا راح انهي المقطع، اني راح اصدم في هذا المكان.
واو جي جي يا حبيبي جي جي. والله انك تلطمت اليوم كثير لكن جي جي. اتمنى مقطع اليوم عجبكم. المهمه ممكن تكون قصيره خفيفه لكن انا ما كنت اعرف اصلا مهمه السيف ستورشيه واخيرا سويناها كانت حلوه. الجوائز حقتها نوعا ما هي تستحق موضوع التعب اللي انك تنتظر الجو النادر هذا انه يجي، لكن اهم شيء انه سويناها كنا قدها والحمد لله تيسرت لنا. اتمنى الاسئله اللي سالتكم اياها والطلبات اللي طلبتكم اياها كلها ما تنسونها تكتبونها في الكومنتات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.